ناخذ اليوم اعتصاما انذاريا نظرا للخروقات التي يقوم بها هذا المسؤول الشؤون الاداريه والماليه بخصوص في حق في صرف التعويضات لموظفه خارج اطار الصحه وحرمان الشغيله الصحيه المرابطه والمرابطه في في في, في كوفيد 19 التي تضحي بالغالي والنفيس، في حين يتمادى هذا المسؤول في جبروته وطغيانه ويحرم شريحة كبيرة من الشغيلة الصحية من مستحقاتها ومن مستحقاتها المادية. نحن اليوم نخوض هذا الاعتصام الإنذاري كإنذارا لهذا المسؤول الذي تجبر وطغى وهو خارج القانون، خصوصا أنه يعمل على التمييز بين الأطراف، هناك من يصرف له التعويضات وهناك من يحرمه من هذه التعويضات، وهذا ميز في حق الشغيلة وحيف في حق الشغيلة الصحية. كنلتمس من السيد الوزير وزير الصحة التدخل العاجل لحل المشكل المطروح الذي ظل مطروحا لسنوات، وهو يعرقل المنظومة الصحية بالمندوبية لوزارة الصحة بإقليم اليوسفية، وننتظر من السيد الوزير التدخل الفوري والعاجل لإنصاف الشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي للحسنة. تنعنوا التضامن المطلق ديالنا مع الإخوان ديالنا في الجامعة الوطنية للصحة اللي تتعرضوا، وماشي اليوم وماشي البارح، منذ 6 سنوات لواحد الخروقات، لواحد الضغوطات، لواحد بزاف د الحوايج. 6 سنوات انا فاش نجي هنا وتنجيو حنا كاتحاد اقليمي تنشوفوا هاد الاخوان اللي 6 سنوات تيتعرضوا لهاد الخروقات من طرف هاد السيد رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والاداريه بمندوبيه الصحه هنا باليوسفيه. تنتسائلوا وكيف كيف ما كاين في البيان ديال الجامعه من يحمي هذا المسؤول؟ كيفاش هاد السيد هاد الناس اللي هما اخر ناس اللي خصنا نجيو نضامنوا معاهم، وهاد الناس اللي ضحاو ومازال تيضحيو خصوصا في هاد كوفيد اللي عطاو الغالي والنفيس من اجل حمايه المواطنين، من اجل حمايه هاد الناس تيخدموا حتى 12 الليل تيضحيو وتيخليو ولادهم باش نجيو نحرموهم من اهم حاجه ومن الحاجه الاساسيه مستحقات والتعويضات ديالهم. انا استغرب اننا تنشوف هاد باقي كاين مسؤول تيمشي في هاد الخروقات وباقي غادي فيه، وكما قلت ماشي اليوم ماشي البارح، 6 سنوات حنا جينا. وكما تتعرفوا الاتحاد المغربي للشغل من بين المبادئ اللي تاسس عليها هو مبدا التضامن. حنا نعلن هنا كاتحاد اقليمي لنقابه اليوسفيه التضامن المطلق ديالنا مع الاخوان ديالنا في الجامعه الوطنيه للصحه بمدينه اليوسفيه.